هيك هذا هو غلط بالسؤال. يعني في سؤال له إجابتين أو له معنيين، ممكن يكون إنه معناته لهذا العنوان إنه أنا أكتشف المراهق أكثر، وممكن يكون معناته إنه أنا يتخلي المراهق يكتشف معي. إيش في فكرتك؟ أوكي. رجاء بتمنى من الجميع لا حدا يفتح المايك ولا الكاميرا، لأن صوت بيقطش ومنشوش على بعض. يعني إذا ما كان رافعين إيدكم رجاء ما حدا يفتح لك. تمام، لهيك محاضرتنا اليوم بعنوان مميز مثل ما كنت عم خبركم قبل شوي، حول رحلة الاكتشاف الذاتي للمراهقين، كيف المراهق بيقدر يكتشف نفسه أو كيف فينا نحن نكتشف المراهق. هذا اللي حنتعرف عليه أكثر وأكثر مع المدربة هبة دندش. هبة بتكون عم تعطينا تفاصيل عن اكتشاف ذاتي للمراهقين، بتكون عم تعرفنا أكثر عن العنوان وليش اخترت هذا العنوان. بداية أكيد أنا بحب أتشكر وجودكم جميعا معنا بهذه الندوة واللقاء الجميل. أكيد كمان بحب أتشكر شركاء النجاح اللي هن أساس معنا، اللي هي أكاديمية الجامعة الوطنية علوم وتكنولوجيا، أكاديمية رشد للتنمية والتدريب بلبنان، وأكيد أكاديمية ميتا على الأشياء اللي بكون عم تقدم لكم إياها. بتمنى من الجميع لا حدا يفتح لا مايك ولا كاميرا، لأنه عم بكون عم نشوش على المدربة وعم نشوش على الآخرين اللي هن فعلا مهتمين بهذا العنوان. نقطة ثالثة كمان، إنه الرابط الشهادة بينزل بآخر شو اسمه الوقت، بآخر 4 ساعة تحت بالتعليقات، فبتمنى من الجميع بس أنا نزل الرابط تدخلوا وت شو اسمه وتعبوا الرابط كرمال تحصلوا على الشهادة. هلا احنا نترككم مع المدربة هبة دنداش تحكي أكثر عن عنوانها وتبلش بمحاضرتها. تفضلي تفضلي أستاذة هبة. أول شيء شكرا لك أستاذة حنين، وأكيد أنا أولا بدي رحب فيكم وبدي أتشكر وجودكم معنا، وأكيد من بعد الحكي اللي قالته الأستاذة حنين أنا حابة بس أضيف من بعدها إنه نحن اليوم مجتمعين هون لنتحدث عن فترة المراهقة والشباب، اللي هي فترة رائعة جدا ومليئة بالقوة وبالتحديات وبالإبداع، ونحن اليوم رح نكتشف سوا كيف رح نفهم وندعم هيدا الجيل الحلو الرائع نحو تحقيق أهدافهم وتطوير ذاتهم. مثل ما بتعرفوا أنه هيدي المرحلة منا بس مليئة بالمشاكل وبالسلبيات وبالمخاطر، إنما أيضا إذا استثمرناها صح رح تكون مليئة بتحديات كتير حلوة وبإبداعات رائعة. فهلأ أول شيء حابة قبل ما نبلش حابة أقعد أنا وياكم اتفاقية صغيرة، وهذه الاتفاقية هي أنه نحن اليوم لسنا فقط بعملية تلقين، إنما نحن اليوم بعملية تشاركية للأفكار وللآراء وللمعلومات. فأي حدا بحب يكون عم بيشارك أو يسأل أي سؤال وأي استفسار ويشاركنا بآرائه بقصصه، فأكيد أنا بتمنى من الكل يشاركنا أسئلته ويشاركنا قصصه وأخباره، لنكون كلنا عم نستفيد ونفيد غيرنا، وبتمنى الكل يكون اليوم عم يتفاعل معنا وتكونوا مستمتعين ومبسوطين بهذه المحاضرة والكل يكون عم يستفيد منها. وهلأ خلينا نبدأ، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن شاء الله، ورح نبلش بتعريف تعريف العنوان عن رحلة الاكتشاف الذاتي للمراهقين. أولا قبل ما أبدأ حابة بس أطلب منكم حخبركم شيء، أنه أنا حأضطر أنه أطفي الكاميرا كرمال الإنترنت لنقدر نكون عم نتساعد أكثر لحتى ننقل الصورة والصوت بطريقة حلوة. رح أطفي الكاميرا، فكل ما تكون قادرة وما تقطش عند الكاميرا أكيد رح أرجع أفتح الكاميرا ونكون عم نتواصل سوا وكلنا هنكون مع بعضنا. أوكي، هلأ نحن هون رح نبلش بتعريف العنوان يلي عنا. عنواننا اليوم بيحكي عن رحلة الاكتشاف الذاتي للمراهقين. رحلة الاكتشاف الذاتي للمراهقين وفنون الصحة النفسية لتحقيق توازن المراهقين.
رح أمرق هيك مرور سريع عن تعريفي. أنا معكم مدربة هبة دندش من لبنان، معتمدة من BCI وأكاديمية رشد للتنمية والتدريب، محاضرة ومدربة في أكاديمية متى المستقبل، لايف كوتش معتمدة دولياً ICL، واستشارية ومنسقة برامج التدريب في تنمية القدرات البشرية، ومدربة مهارات حياتية. قبل ما نبدأ حابب يكون عم بسألكم، شو بتعرفوا عن المراهقة؟ شو بنظركم هي فترة المراهقة؟ وبتمنى من الأشخاص اللي حابين يشاركوا معنا أنهم يرفعوا إيدهم ويشاركوا ويحبوا يعرفونا عن فترة المراهقة، شو هي بنظركم مرحلة المراهقة؟ هبة تفضلي. هبة حضرتك رفعتي إيدك وأنا عم بسمعك، تفضلي. سلام، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله بخير. أهلا وعليكم السلام. فترة المراهقة هي انتقال الولد من عالم الطفولة لعالم المراهقة، يعني للعالم اللي كتير صعب. أحسنتي، جوابك رائع. أي حدا بحب يضيف أي سؤال، أي إجابة؟ مازن تفضل. أهلا مازن نور، أحسنت مازن، كلامك رائع. أكيد هول الأشياء اللي مذكورين حيكونوا مذكورين، أكيد حزيد من بعدك. مين بحب يشاركنا؟ أنا كمان بدي أقول شيء. تفضلي هبة. بفترة المراهقة لازم نعلمهم الصح من الغلط، نعلمه شو اللي بيأذي، مع أي رفقة يمشي ما لازم يعمل هيدا الشيء، ينتبه للكلمة اللي بدي أقولها بين الناس. يعني فترة كتير صعبة للولد سن المراهقة، أصعب فترة، بصير كل شيء بالحياة بده يجربه، إن كان صح ولا إن كان غلط. صحيح، وبنفس الوقت هي مرحلة كتير حلوة. شكرا كتير لك هبة. بدي أخذ رأي الأستاذة ابتهال، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حابة أضيف بس كلام هون مثلا مرحلة المراهقة، أنه هي أصلا مرحلة قلقة فينا نقول، وهي حرجة للمراهق، لأنه بتخليه يختبر كتير عوامل وكتير صعوبات، وبيضع للعديد من التغيرات بمختلف المستويات، إذا كنا عم نحكي على المستوى السلوكي أو النفسي أو البيولوجي الجسدي. أما بالنسبة لأهمية دراستها فكمان لها كتير أبعاد مرتبطة بالمشكلات الاجتماعية والنفسية اللي بتطرق على المراهق بهذه الفترة، والتغيرات السلوكية وكيف إحنا بنقدر نتعامل معها ونخليه هو يتعامل معها، بالإضافة لاختباره الأنماط الحياتية إذا بدك المختلفة اللي ممكن تمرق معه بهذا المسار، اللي هو شيء كتير طبيعي مفترض أنه يمرق فيه. فكرة أخيرة، أنه هذه المرحلة هي أصلاً من قبل كانت إذا بدك مبتورة بالمجتمع العربي، لأنه كان الطفل ينتقل دغري من الطفولة للرشد، ما كان في عنا اهتمام بهذا المرحلة. شكراً لك. صحيح، شكرا كثير لرايك الحلو، شكرا لك. حدا بحب يضيف معنا؟ استاذ عنا الاستاذه فاطمه، تفضلي. مساء الخير، يعطيكم العافيه. اهلا مساء النور، تفضلي. انا بحب اقول انه هي اصعب مرحله بمراحل النمو، وهي بهيدي المرحله المراهق بصير يحس انه اهله هن إذا بدك الأعداء تبعه، يعني بيصير مش عارف الصح من الغلط. فهون كتير مهم إنه هو يكتشف حاله، يكونوا الأهل متفاهمين
يكون عارف يعبر، يعرف الرفقة حوالينا أيهم مزبوط، لأنه يا بينجرف يا بيكمل مزبوط. Thank you، يعطيكم العافية. صح، أحسنتي، رائعة. مين بعد عنا حابب يشاركنا؟ تفضلي رولا. أول مرحبا يا أختي، أنا رولا خضر، مستشارة بمركز حبتول. أنا صراحة بشتغل كتير مع بعمل سيشن للمراهقين. المراهقة هي فترة كتير حساسة، بتبدأ عند كل شخص، هي المرحلة اللي بتفصل بين الطفولة والرشد، وهي المرحلة الحساسة لحتى أي شخص يكون حاله ويكون واعي للمرحلة اللي هو عم يمر فيها. أكيد الأهل لهم كثير دور هون إنه يلعبوه بتكوين مرحلة المراهقة خصوصا عند الطفل، وهو اللي بيكتسب أكتر شيء. يعني إذا اكتسب بهاي المرحلة دعم نفسي بيخليه هو كتير متيقظ لنضج النفسي اللي بده يصير فيه بعدين. يعطيكم ألف عافية. شكرا كتير، شكرا لرأيك الحلو والمميز. بعد عنا حدا حابب يجاوب؟ سوسن تفضلي. نزلت ايدها استاذ سوسن. طيب اذا ما بقى حدا حابب يضيف، خلينا نبلش سوا نحكي ونعرف شوي عن فترة المراهقة. هلا انا قبل ما بلش احكي حابب بس خبركم بشكل سريع عن المحاضره. محاضرتي كانت المفروض تكون انه باقل معلومات، بس انا ما حبيت نقص عليكم ابدا شيء، وممكن تاخذ معنا وقت شوي اكثر من ساعه، لانه حبيت تكون المحاضره اليوم قيمه، وركزت كتير 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 على فنون التعامل مع المراهقين اكثر من انه بس نكون عم نحكي ونعرف عن المراهقين، لأنه طبعاً بهيدي الأيام كتير من الأهل ومن المعلمين ومن المرشدين كتير بهمهم أنه كيف نحن نتعامل مع المراهقين أكتر من أنه نكون نحن عم نعرف عن فترة المراهقة. فبتمنى أنه تتابعوني للآخر وما تملوا، لأنه المحاضرة اليوم مليئة بالمعلومات، وحبيت أنه أكون عن جد عم بعطيها كاملة متكاملة ومن مثل ما بيقولوا من جوات قلبي، منقص عليكم ولا أي معلومة. هلأ رح ننتقل سوا ونحكي عن ما هي مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة مثل ما كلكم بتعرفوا، مثل ما الكل ذكر، وأنا بس حأرجع أضيف زيادة عن اللي ذكروا لأنه كانت كل الآراء رائعة ومميزة فعلا، بس حاب زيد أنه نحن هيدي تعتبر مرحلة فترة مرور وعبور، وهي مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة لمرحلة الرشد والرجولة. مثل ما كلنا بنعرف فجأة منلاقي هذا الطفل صار عم يكبر وعم بيصير يفطن مظاهره، ونحن بنصير نشوف عنده رجولة أكتر. هي مرحلة اكتشاف الذات والجسد والغير والعالم. مثل ما بنعرف إلى ثلاث أبعاد، بعد بيولوجي هو البلوغ، وبعد اجتماعي هو الشباب، وبعد نفسي اللي هي المراهقة. مثل ما عرفنا وحكينا عن مرحلة المراهقة، هلأ شوي بدنا نحكي عن ما هي تعريف الصحة النفسية، وكمان بتمنى أني أسمع آراءكم وأجوبتكم. شو بتعرفوا عن أهمية الصحة النفسية؟ تفضلوا اللي بحب يشارك، أنا عم بسمعكم. عفوا أستاذة هبة، بس قبل ما حدا يحاول أنه يطلب أنه يشارك بالأصح، نحن وقت المحاضرة عنا شوي محدد، نحن كنا عم نعطيه ساعة، ساعة وربع، أكثر من هيك صعبة. فإذا فيها تكون المشاركات بشكل مشاركة واحدة سريعة وتمرق بقية القصص، أو يكون بكل ثلاث أو أربع فقرات مشاركة بكون أفضل، كرمال يكتسبوا كل المعلومات وتوصلون كلياتهم. أكيد ما في أي مشكلة. طيب رح ننتقل دغري لحتى نحكي عن تعريف الصحة النفسية. الصحة النفسية، تعريف الصحة النفسية عنا هي، مثل ما بنعرف انه الصحه النفسيه هي حاله من العافيه. لما بيكون الشخص متكيف مع انواع الاجهاد العاديه، ولما يكون عم يعمل بفناء والفعاليه والمساهمه في التطوير بالمجتمع، يعني احنا لما بنشوف الشخص دائما عم يقدر يتكيف مع المشاكل العاديه، وبيكون هو قادر يتكيف مع الظروف والعوامل الاجتماعيه والاقتصاديه والبيولوجيه والبيئيه، يعني هو
بصحة نفسية جيدة. وكلنا منعرف أنه الأمراض الجسدية دايماً بيكون سببها، وأكثر الأغلب الأحيان بيكون سببها الاضطرابات النفسية. لما بيصير عنده الشخص اضطرابات نفسية فدايماً هيدي الاضطرابات بدها تنعكس على الجسد. ففي هيك مقولة دايماً بسمعها، أنه لما بنقول لما بتقول أنه لما تشفى الروح يشفى الجسد. فدايماً منلاقي لما بيكون عندنا مشاكل نفسية كتير منلاقي في أوجاع كتير بالجسم وأصفال كتير على الجسم وعلى الجسم وأمراض كتير. هلأ رح نكون عم نمرق على الصعيد العالمي بشكل سريع. رح نحكي شوي بشكل سريع أنه يعاني واحد من كل 7 أشخاص اللي بتتراوح أعمارهم بين 10 و 19 سنة من اضطرابات نفسية واكتئاب وقلق واضطرابات سلوكية ومرض وإعاقة وخلل. أما الأشخاص اللي بتتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة بيكون في عندهم ضعف بالصحة البدنية والنفسية وحياة ممتلئة بالعثرات في مرحلة البلوغ، وللأسف بيؤدي هذا الشيء للانتحار بهذا العمر. هلأ رح نحكي عن خصائص تغيرات النمو عند المراهقين. مثل ما بنعرف أنه تغيرات النمو بتكون مقسمة لكذا قسم. عندنا النمو الجسمي والنمو الفيزيولوجي العضوي والنمو الحركي والنمو العقلي والنمو الانفعالي. أكيد هون رح نمرق عليهم هلأ بتفصيل أكثر. النمو الجسمي هو رح يكون عندنا زيادة بالطول وزيادة بالوزن. كلنا منلاحظ التغيير المفاجئ للطول وللوزن عند فترة المراهقة والشباب. والنمو الفيزيولوجي العضوي بيصير عندنا، بيصير في الحيض عند الإناث والقذف عند الذكور، وزيادة حجم القلب وزيادة حجم المعدة وزيادة حجم الأكل. منلاقي دائما المراهقين بيصير في عندهم حب للأكل بشكل أكبر من قبل. رح ننتقل هلأ للآثار النفسية للنمو الجسمي والعضوي. الأنثى دايما بهيدي المرحلة بنصير منلاقيها عندها اعتزاز بأنوثتها كتير، بتصير تحب كتير توقف على المراية، بتحب كتير أنه هي تزبط بحالها تزبط بشكلها. أكيد كلكم شايفين وملاحظين هيدي المرحلة اللي بتمرق فيها الأنثى، اللي بنلاقيها كتير هي عم بتغنج بحالها ومبسوطة بحالها. وبنفس الوقت بيصير عندها حرج لبعض التغيرات الجسمية، وبيصير في عندها الشعور بالتعب والقلق أثناء الدورة الشهرية. بينما عند الذكور بيصير في عندهم، بينتج عندهم ثقة كبيرة بالنفس، منلاقيهم دايماً بيعتزوا بقوتهم وبيرتفع الذات عندهم وتقدير ذاتهم، وبيصيروا دايماً بتتغير مشيتهم تتغير تصرفاتهم، بيصيروا بيحكوا أكثر عن القوة وبيحبوا كتير يصيروا يفتنوا يفرجونا دايماً العضلات وهذا الأسلوب. هلأ رح نحكي عن النمو الحركي. النمو الحركي يميل المراهق للكسل والخمول، ومنلاقيه بيصير عنده كسل بشكل كبير خاصة لما بيساوي بعض الأنشطة حتى لو كان نشاط صغير. بتلاقيه دايماً أنه بيتعب بسرعة، بيكون ما قادر بيان شوي وباخد رأيك بس لحتى كفي شرح هيدا الموضوع. بنلاقي أنه المراهق بهذه الفترة بيتعب بسرعة لما بيصير عنده لما بيصير يعمل بعض الأنشطة حتى لو كانت أنشطة كتير صغيرة وخفيفة، وبتصير حركته غير متناسقة وغير دقيقة. ولحتى تتغير هيدي الحركة اللي غير متناسقة بصير التغير بصير في عنده بمرحلة الثانوية. اتفضلي بيان، حابة تحكي شيء؟ بيان رفع ايدك، حابة تحكي شيء ولا لا؟ شكلها بيان ما حابة تحكي شيء. خلينا نكفي نحكي هلأ عن النمو العقلي. بالنمو العقلي بصير في عنا مثل ما بتعرفوا النمو بالذكاء العام، وبصير في عنا زيادة بالتفكير وزيادة بالفهم وزيادة بالاستنتاج والتعلم وبالتخيل، وبصير بتنمى عندهم القدرات العقلية الرقمية واللغوية، وبصير في عندهم دقة بالتعبير والقدرة الفنية والقدرات الابتكارية، وبيصير عندهم نمو كتير للميول والاهتمامات، بصيروا يحبوا ويطمحوا لبعدين عن المستقبلون الدراسة والمهنة، وبيصيروا قادرين يحددوا بشكل أكتر هن شو حابين يكونوا بالمستقبل بدراستهم أو بالمهنة اللي هن حابين أنه يتقنوها. وكمان بيصير عندهم نمو بالقيم وبالمفاهيم، بتلاقوهم دايماً عم يحكوا عن التدين، على الحق، على العدل، وبيصير في عندهم زيادة القدرة على الانتباه والتركيز،
وبيصيروا يميلوا للتفكير النقدي دائما دائما، بيصيروا اي تفكير فيه نقد بيصيروا بيطالبونا بالدليل. فاوعكم هون تغلطوا وتجربوا دائما تنتقدوهم، لانه حيصيروا هن يطلبوك يقولوا لكم شو دليلكم على انه كلامكم صح. فكتير بيطلبوا انه هن بدون دليل، وبيصير في عندهم كتير بتكتر احلام اليقظة، وبيصبحوا بعالم الخيال، وبيصيروا يحبوا يكونوا مثل المشاهير وياخدوا المشاهير قدوة لألون، وبيتبعوا فلان وعلان. هلأ رح ننتقل للنمو الانفعالي. بالنمو الانفعالي بيصير عندهم كتير بتزداد الحساسية الشديدة عندهم، وخاصة من أقرب الناس اللي قالهم، خصوصا إذا كانوا كبار، وخاصة إذا على مسمع الآخرين. يعني إذا حدا وجه لهم انتقاد قدام الناس، هون وقعنا في الفخ مثل ما بيقولوا. حتلاقيه هون إنه هن كتير حيعملوا ردة فعل قوية، وما حيقبلوا وما حيقبلوا إنه نكون عم نوجه لهم أي ملاحظة قدام الأشخاص الكبار قدام الناس. وبنفس الوقت بيصير عندهم التقلب الانفعالي، بيصير عندهم دايما تقلب بالمزاج. ساعة منشوفهم مبسوطين بلحظة بينقلبوا للحزن، أوقات بيكونوا متفائلين بثانية بينقلبوا للتشاؤم، وبنفس الشيء العكس تماما، إذا كانوا متشائمين فجأة بينتقلوا للتفاؤل، وبيكونوا أوقات عم يبكوا فجأة بصيروا عم يضحكوا، وبنلاقيهم بيكونوا مندمجين مع الأشخاص فجأة بنلاقيهم اتجهوا للعزلة. ونفس الشيء بالمحافظة على الصلاة، بيكونوا أول شيء عم بحافظوا على الصلاة كتير، بعدين بنلاقيهم عندهم تفريط وترك للصلاة، يعني ساعة بنلاقيهم عم بيصلوا ساعة بنلاقيهم عم بيقطشوا بصلاتهم. رواسب الخوف وتأثيرها على المراهق. المراهق بصير عنده خوف وتأثير، من بصير عنده خوف من المدرسة، بصير عنده خوف من الجنس، خاصة عند الفتيات والإناث، لأنه بصير يخافوا من فكرة الزواج، وبصير عندهم خوف من العلاقات الاجتماعية، والخوف من المشاكل العائلية، من الخصام والضرب والمرض، والخوف من أيام الطفولة والأشباح والثعابين. وهون بدي أوقف عند هيدي النقطة، على هول النقطتين، الخوف من بيصير عنده خوف كبير من وراء بسبب الخصام والضرب والمرض، وهذا الشيء مش بس بيأثر على الأطفال، لما بيصير الأهل لما بيكونوا الزوج والزوجة عم يتخانقوا مع بعضهم قدام أولادهم، حتى لو كان هذا الولد أصبح بمرحلة المراهقة وبطل طفل، كمان حيتأثر كتير. ما تفكروا إن إذا هو كبر يعني إنه ما حيتأثر، بالعكس حيكون تأثير الخصام الأهل حيكون تأثيره أكبر عليهم، على المراهقين أكتر من الأطفال. فنحن مثل ما بننتبه للخصام بين الزوجين قدام الأطفال، فكمان من المفروض إنه ننتبه كتير منيح للمشاكل والخصام قدام للخصام قدام المراهقين. وبدي أحكي كمان عن الخوف وعلق على هيدي النقطة، على من أيام الطفولة منلاقي للأسف كتير أهل وكتير ناس بيخوفوا ولادهم دايما من الأشباح، من الثعابين، من إنه بدي حطك بقوت الجرادين وهول التفاصيل. نحن هون بنكون مش عم ندرك إنه هيدا الشيء وهذا الخوف رح نزرع لهم إياه بعقلهم الباطن، فمنكون نحن عم نخوفهم، فكرة الخوف أصلا صارت عم تنزرع عندهم بعقلهم الباطن. مش مهم من شو، المهم هي بالأساس فكرة الخوف صارت مزروعة عندهم، فمنلاقي هذا الشيء كله بيأثر على شخصيتهم لبعدين، ورح يصير في عندهم أي موقف صغير رح يصير عندهم، حنلاقيهم دغري حيصير في عندهم خوف من أي موقف، إن كان لأنه هن أصلا من الأساس ترسخت عندهم فكرة الخوف بعقلهم الباطن. وبيصير عندهم خوف من نقد الآخرين لمظهرهم، دايما بيصيروا بيحبوا شكلهم يكون ممتاز ويكون كل شيء عندهم ممتاز، وراح يصيروا يخافوا كتير على الانتقاد على مظهرهم. هلأ رح ننتقل للتمييز والوصم. التمييز بين الأخوان والأخوات هو كتير خطير بمرحلة المراهقة، منلاقي كتير أوقات الأميات والآباء منلاقيهم هون كتير بيميزوا بين الأخوة وبيقارنوا فيهم، وبيصيروا يقولوا له للمراهق إنه ليك خيك، ليك أختك، ليه ما بتكون مثل خيك، أو ليك ما بتكوني أنت مثل أختك، خيك أحلى منك، خيك عمل كذا. فهيدا الشيء كتير خطير بدنا كتير ننتبه له، وبطلب منكم إذا معنا أمهات وآباء بطلب منكم أكيد تنتبهوا لهذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع كتير مهم بالنسبة للمراهقين. والمراهق مقارنة أكيد نفس الشيء،
والألقاب السلبية. هون بدي أوقف كمان على الألقاب السلبية. منلاقي أنه من الصغر كتير أشخاص بيصيروا يعطوا ألقاب سلبية، بيصيروا يقولوا له للولد من هو صغير مثلاً يا أبو راس يابس مثلاً، طشطش، كتير ألقاب. فللأسف أنه هول الألقاب ما بتمرق مرحلة هيك وبتقطع، لا، بتلاقي الشخص عم يتكيف معه وعم يتعايش معه. يعني اللي بيكون عم بيلقبوه من هو صغير طشطش، بنلاقيه بالفعل انه هو بيكبر وبيضل عم يكبر، وبيصير انه هو عن جد ما عنده هيدي الهمة، بتلاقيه انه منه مثل الاشخاص التانيين. ليه؟ لانه نحن بنكون هون عم ننقل لعقله الباطن هيدي الفكرة وعم نزرع له اياها براسه، بيصير هو بيتكيف معه وبيتعايش معه. مظبوط هبة عم بتقول فاشل ومسطل، انا هيدي الكلمة فاشل ما بحبها ابدا، بس للأسف في كتير أشخاص بيقولوها وبيقولوها لأولادهم، وبتطلع بتصير تلاقي إنه هيدا الولد لما يكبر بتلاقي عن جد بصير إنه مستواه العلمي أقل من غيره، لأنه خلص انزرعت براسه هيدا الفكرة. ورح أحكي شوي عن التعدي على ممتلكاته. هون بدي أطلب من الأمهات بشكل خاص إنه يا ماما انت اكتر شيء موجودة بالبيت مع اولادكم، مش اذا شفتي وردة موجودة بالغرفة مع ابنك او بنتك تحملي هيدي الوردة وتصير بدك تعملي تحقيق، وبدك تصير تخبري الجيران وتخبري العائلة كلها وتخبري الكل انه شوفوا بنتي او ابني معهم وردة. من وين هيدي الوردة؟ لمين بدك تعطي هيدي الوردة وهذا التحقيق؟ ما نحن كلنا بفترة الشباب وبالمراهقة بالمدرسة بعطينا لرفقاتنا وردة أو وصلتنا وردة من صديقنا، فكلنا مرقنا بهيدي المرحلة. فنحن لازم نتفهم أنه مثل ما نحن مرقنا بهيدي المرحلة أولادنا كمان رح يمرقوا بهيدي المرحلة، فما المفروض أبداً أنه نحن نحرجهم، ونكون خاصة أنه نكون عم نبحبش لهم بغراضهم ونشوف شو مخبيين شو عندهم شو ما عندهم. لازم نعطيهم الحرية التامة والصلاحية التامة مثل ما نحن كنا بصغرنا منتمنى يكون عنا هيدي الحرية، فهني كمان من حقهم أنهم يحصلوا على هيدي الحرية. والتقديم النصح بكثرة، ما فينا نحن دايما نقضيها عم ننصح بكثرة كتير الولد المراهق، لأنه نحن لما نكون عم ننصحه بكثرة نكون عم نكسر له شخصيته. هو بحاجة بشكل كبير لأنه هو يفرض حاله، يفرجينا احترامه. هي هيدي المرحلة مرحلة احترام، هي مرحلة تقدير الذات. إذا نحن ما احترمنا رأيه وما تركناه هو يحكي وهو يعبر، نحن هون بنكون عم نكسر له شخصيته. فنحن ما فينا نبالغ كتير بعطاء النصائح، ولا إنه نحن نقطع هيدي النصائح. لازم دايما نكون عم ننصحهم ونوجههم، بس مش بكثرة ونكسر لهم شخصيتهم. وعدم إعطائهم حقهم في تعبيرهم عن رأيهم وآرائهم بالبيت وبالمدرسة. للأسف كمان هيدي المشكلة منواجهها كتير، منلاقي أكتر في كتير أهل بتلاقيهم إذا إجا الولد حتى بمرحلة الطفولة، أنا بحب كتير أنه نسمع على الولد إذا هو بده يعطي رأي، لأنه الولد هو إنسان، هو من حقه أنه يعطي رأيه، ونحن لازم نسمعه ونسمع على رأيه. وهذا الشيء لازم نعوده عليه لحتى بسن الكبر والمراهقة بسن الشباب. لما نحن من الأساس من هو صغير معودينه على أنه هو يعطي رأيه ويعبر عن رأيه، رح نلاقيه شخصيته متوازنة معتدلة، رح يصير دايماً عنده الشخصية الكاملة المتكاملة، وما رح يتردد أنه يعطي رأيه بالبيت أو بالمدرسة. فأنا كتير بشجع أنه نترك الطفل والمراهق أنه يعطي رأيه بأرياحية، حتى لو كان رأيه ما بيتناسب مع الشيء اللي نحنا شايفينه بنظرنا، بس مش غلط انه تتركه يعطي رأيه ونسمع له ومنقل له انه اذا انت يا ماما شايف هيدا الشيء صح انه اوكي معك حق، بس لو منغير الطريقة باسلوب تاني منزيد او منعطيهم مثلا اثنين ثلاثة، او منقل له رأيك حبيته كتير، بس لو بتزيد تعطيني رأي بعد انه في شيء زيادة اكتر. فهون بنكون نحن عم نفتح له مجال انه هو يعطي بدل الرأي رأيين وثلاثة وأربعة، لحتى نحن نكون هون قادرين انه ناخذ برأيه ونعطيه الحق بالتعبير عن رأيه بدون ما يكون عم يعطي رأي مش مناسب لنا. ومرقت عليها تقديم المساعدة الدائمة وعدم ترك مساحة آمنة للاختيار بأبسط حقوقه. أهم شيء اختيار الملابس واختيار مظهره وتسريحات الشعر.
وين المشكلة إذا نحنا حتى من لما يكون صغير الطفل، وين المشكلة إذا نحنا منحط له 3 أو 4 بدلات من التياب ومنقل له اختار بدل منهم؟ طب نحنا لما هون عم نتركه ينقي بدل من هول الأربعة اللي نحنا أصلاً نقينا له إياهم ومنلاقيهم مناسبين، طب إذا تركناه هو يختار بدل من هول التياب وهو عطى وعبر عن رأيه، وين المشكلة بهذا الموضوع؟ بالعكس نحنا هون بنكون عم نترك له مجال لحتى يكون هو عم يختار أبسط حقوقه ويكون عم يتكيف مع الحياة بشكل أكتر وأفضل. فبتمنى من الأمهات مش مشكلة إذا حطيتي له 4 أو 5 قطع تتركيه إنه هو ينقي على ذوقه، ما أصلاً أنت نقيتي له إياهن هو الأربع، أو إذا رحنا اشترينا تياب وأخذناه معنا هو ينقي تيابه، وين المشكلة؟ منقل له ما عجبك أنت المظهر للتياب، بتقولي له أوكي حلوين بس تعال نشوف بعد 1 و2 و3 و4 خيارات وأنت بتنقي من بيناتهم. هلأ رح نكون عم نحكي عن أثر التمييز والوصم. للأسف التمييز والوصم لهم كتير أثار، ومنهم الاستبعاد الاجتماعي يعني العزلة. كتير عم نشوف نحنا أنه هلأ بهيدي الفترة بتلاقي المراهق دايماً بأول فترة المراهقة بتلاقيه انعزل يقعد لحاله، فهيدا شيء طبيعي. لما بتلاقي المراهق عم يقعد لحاله فهيدا شيء طبيعي، وأكيد وأكيد هيدا شيء، عفواً بس لأنه ضيعنا بالسلايد. أوكي، فهيدا شيء طبيعي أنه هو ينعزل لأنه هيدا من مراحل المراهقة، بس لما تكون العزلة بشكل مبالغ فيها هون بدنا نكون إحنا عم ننتبه وبدنا ندعم هيدا المراهق ونشوف هو شو سبب هيدا العزلة اللي عنده، ورح يصير عنده صعوبات تعليمية، ورح يكون يصير عنده سلوكيات المجازفة، يعني حنلاقي بيصير نوعاً ما بيقولوا بالمصطلح العام بيقولوا إنه أهوج، بتلاقيه بيصير يحب يسوق بسرعة، بيصير يحب ينط على المرتفعات، فهذا كله من أثر التمييز والوصم. وبيصير في عنا اعتلال بالصحة البدنية وانتهاك لحقوق الإنسان والتنمر، بنلاقيه بيصير بيحب يتنمر على غيره كتير، وبيصير في عنده الغضب والغيرة والتمرد وخاصة مع الزملاء والإخوة. العوامل اللي بتأثر على الصحة النفسية للمراهق من هيدي العوامل هي التعرض للشدائد والضغط من أجل التماشي مع الأقران وتأثير وسائل الإعلام. هون رح أوقف شوي على تأثير وسائل الإعلام. هلأ نحنا صرنا بمطرح عم نلاقي إنه كتران كتير السلوكيات بمطرح اللا أخلاقية على وسائل الإعلام، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها التيك توك. التيك توك هلأ نحن حالياً بتلاقي أكتر الأولاد صار فيه بإيدهم متناول بإيدهم التيك توك. أنتوا برأيكم هيدا السؤال موجه لألكم، أنتم مع أنه الولد يكون عنده يوتيوب وتيك توك؟ عم بحكي بالولد بسن المراهقة ما بين 11 وطلوع، أنتم مع أو ضد؟ وبتمنى تجاوبوني بشكل سريع كرمال نكسب الوقت. هاي تفضلي جنى. اهلا تفضل. ايه جنى حبيبتي، انا بعرف انه المراهق يكون عنده تيك توك لانه على تيك توك يعني اكثر كثير في نوع من يعني كثير بيقول لك اشياءات عملها يعني حاجة لبرامج تدعمه، حاجة لبرامج توعي يعني بالاختصاص اللي هو في الحياة. صح. أكيد أنا أشجع هذا الشيء. شكرا جنى كثير لرأيك. حدا بحب يضيف بعد رأيي بعد جنى؟ اتفضل. مش مبين بس الاسم عندي، مو معاز. أيان هاي كيفك؟ مو زين تفضل. أهلا كيفك؟ الحمد لله. مرسي لك على هالكلمات الحلوة وهالموضوع اللي كتير حلو. مرسي. بدي شايف أنا ضد أنه يكون مع المراهق في تليفون من الأصل، لأنه هلأ السوشيال ميديا يعني عم نشوف في كتير قصص عم تنحط على اليوتيوب أو على التيك توك بتعارض يعني كنحن عم ننشئ أطفالنا على هيدي القصص، فأنا ضد أنه يكون في تيك توك للمراهقين.
شكرا كثير لرأيك الحلو. حدا بحب يضيف بعد؟ تفضلي تهاني. جاسم تفضل، ما مش كثير مبين الاسم. ميمي تفضلي. شكلكم شكرا الصبايا رافعين ايدهم بالغلط. طيب رح نكفي. حدا حابب يحكي؟ انا بدي احكي. تفضلي. ابني عنده تيك توك، بس بيحضر عليه فوتبول، يعني همه بس بالحياة الفوتبول، يعني ما بيشوف اشياء، ما كثير مأثر فيه اصلا. بس فوتبول. بعدين ما فينا نقول له الولد اترك التليفون، اصلا هن بيعرفوا اكثر مننا على شو ينزلوا لنا برامج وشو يعملوا، احنا ما بنعرف شيء بالنسبه له. هلا نحن اليوم، شكرا كثير لك هبه، نحن اليوم صرنا بعصر الذكاء الاجتماعي القوي، فبتلاقي انه صرنا بعصر التكنولوجيا، وهلا التكنولوجيا في كتير اشياء مهمة للأطفال وللمراهقين بشكل خاص. منلاقي في كتير مطارح وكتير مواقع تلاقيهم بيفتحوا المجال لهيدا الشخص او لهيدا المراهق او للطفل او للكبير بشكل عام، بتلاقي انه هن عم بيساعدونا بمطارح معين. مثل ما قالوا سلبيات اكيد قالوا كتير ايجابيات، فانا مع وبشجع انه يكون المراهق اكيد عنده تليفون، بس بده يكون في رقابة بطريقة معينة. يعني لما نكون نحن عم نكون مجهزينه نفسيا بقلب البيت وقايلين له عن المخاطر اللي هو ممكن يواجهها على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنكون نحن مهيئينه، فهون هو حيكون عم ينتبه من هيدي، فحيجي يخبرنا إذا تعرض لأي استفزاز أو هيك أسلوب غير لائق أو أي شيء، بتلاقيه دغري حيجي يخبرنا، حنكون نحن عم نرشده لحتى هو ينتبه. بنفس الوقت هلا المواقع التواصل الاجتماعي وخاصه بتيك توك كمان بنلاقي انه عم بيكون في اشياء كتير مهمه لالنا، في اشياء مثل ما في اشياء سوري على التعبير مثل ما في اشياء مسخره، بس بنفس الوقت في اشياء كتير فيها افاده وعم نستفيد منها. في كتير اشخاص هلا صار شغلهم كله على مواقع التواصل الاجتماعي وصار باب رزق لالهم. أكيد نحن ما منأيد أبداً المواقع التواصل الاجتماعي اللي بيكون متجهين فيها الأشخاص أستاذ ابتهال، كلامك صحيح 100%، ما منأيد الأشخاص أنه يكونوا عم يتجهوا بالمواقع التواصل الاجتماعي للأشياء اللي فيها أشياء ما فيها أخلاق أبداً، بالعكس لازم يكتسبوها ليكونوا عم يبرزوا مهاراتهم وفنونهم وقدراتهم. هلأ رح ننتقل نحكي شوي بشكل سريع عن أشكال المراهقة. أشكال المراهقة هي مقسمة لأربع أشكال. هي المراهقة السوية، يعني متكيفة خالية من المشكلات، اللي هي المراهقة العادية الرايقة. المراهقة الانسحابية اللي منلاقي فيها هيدي المراهقة أنه بينسحب. عفوا بس في حدا مفتح الصوت فيه، سكره لو سمحتوا. منلاقي المراهقة الانسحابية بينسحب هيدا المراهق دايما من مجتمعه، بينسحب من الأهل والأقارب، ودايما بفضل أنه هو ينعزل عن بنفسه وينفرد بغرفته. بتلاقيه أوقات بيجي لعندكم أقارب، هو كان قبل حدا كتير بحب يقعد مع القرايبين، فجأة بالمراهقة بتلاقيه بفضل يبعد دايما ويضل قاعد بغرفته، ملاقيه بيصير عامل عالمه الخاص. فهيدا الشخص اللي منلاقيه دايما بحب الانعزال والانفراد بنفسه هو من الأشخاص اللي عندهم المراهقة الانسحابية. المراهقة العدوانية المتمردة، للأسف هيدي كتراني كتير هلأ، اللي هي المراهق اللي بيتمرد على حاله وعلى الأسرة وعلى الأقارب وعلى المدرسة. بتلاقيه كتير بيتمرد، بيتخلق، بيكسر بمطارح معينة، وعنده رأيه بده يفرضه بأي طريقة كان. المراهقة المنحرفة كمان هيدي من أخطر أنواع المراهقة اللي صرنا كتير عم نواجهها بكثرة، وهي بنحرف فيها المراهق بالسلوك وبيتجه نحو المخدرات ونحو السرقة ونحو الانحلال الأخلاقي.
هلا رح ننتقل. هيا حدا عنده شيء اي استفسار؟ ان شاء الله يكون كل شيء واضح. بس عندي مداخلة صغيرة لو سمحت. اكيد تفضلي. حكيت شيء انت عن المخدرات، انا هلا اولادي مثلا بقول لهم اذا حدا اعطاك بونبونه ما تاخذها، اذا حدا اعطاك علكه، اذا حدا انتبه هاي يمكن يكون فيها مخدرات. كثير بنبههم من هالشغله لانه عن جد صرنا بزمن كثير بخوف. برافو احسنتي، نحن هيدا المفروض اصلا اللي نعمله، وانا هيدا الشيء هلا هون ذكريته شوي لقدام، انه نحن لازم نكون عم نحكي الحقيقه كلها لاولادنا. ما فينا نجي نفرجيهم انه هيدي الحياه ورديه والحياة ما فيها مشاكل ونفرجيها أنه الحياة فرجيه الحياة كتير حلوة، لا، مثل ما نحن بدنا نفرجيهم الجانب الحلو بنفس الوقت بدنا نفرجيهم الجانب السيء. فكرمال لما هن بيتعرضوا لأي مشكلة بدهم يكونوا عم يعرفوا أنه في مشاكل بدهم يمرقوا فيها، مش فجأة بدهم يتفاجئوا بالمشكلة ويكونوا هن أصلاً مش عارفين شو هي. فشكراً كتير لمداخلتك هبا، وعن جد كلامك مهم وأكيد هلأ حنمرق عليه كمان. طيب كلنا بنعرف، رح احكي بشكل سريع عن العنف بفترة المراهقة. لما بيكون هيدا الولد عم بيشوف دايما قدام عيونه عنف، بيكون في مشاكل أسرية ومعرض دايما ل يعني عفوا يعني انا ما بحب كتير احكي بالموضوع، بس للأسف هيدا الشيء موجود عنا. لما بيكون في سلوكيات من الأب خاصة فيها كتير ضرب، فيها أذى، فيها تعنيف لفظي وتعنيف جسدي بقلب العائلة، وهذا الشيء كتير بيأثر على المراهق ومنشوف نتائجه بعدين لما منلاقيه بينخرط بالجرائم. يعني بتلاقيه بسهولة بيقدر أي مجموعة من المراهقين اللي عندهم سلوكيات منا منيحة بيقدر يخرطوه بجريمة، أو بيقدر هو لما بيصير في معه أي مشكل منلاقيه دغري هو سريع يستفز بسرعة. ممكن هذا الشيء يؤدي لأنه هو يعرض حاله لجريمة قتل ويتسبب بالحبس، أو ممكن يصير عنده وفاة من وراء هذه السلوكيات والعنف اللي بتأثر عليه. وكمان المراهق بيصير عنده سلوكيات المجازفة اللي مرقنا عليهم وحكينا أنه بيصير عنده تعاطي المخدرات وسلوكيات الجنسية، بيصير هو يمارس التحرش الجنسي على الأفراد الباقيين، بيصير في عنده تهور واندفاعية خطرة من القيادة بسرعة. وأكيد بيصير هلا حنمرق شوي كمان بسرعة على الانتحار وإذاء النفس. الانتحار وإزاء النفس هو ثالث سبب وفاة للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة. وهيدا العوامل الخطر اللي بتأدي للانتحار منها تعاطي الكحول بكثرة على شكل نحو دار، وتعاطي المخدرات، وتعرض للعنف اللفظي والجسدي، والعقبات والإساءة المعاملة المتراكمة من مرحلة الطفولة، والوصم والتمييز. لهون حابة أرجع كتير ركز على موضوع مرحلة الطفولة. لحتى نحنا نوصل لمرحلة مراهقة سليمة، بتمنى منكم قد ما فيكم تتعاملوا مع الطفل وتعطوه الحرية هيدا الطفل هو أصلاً إنسان بيعبر عن مشاعره، بيحكي صح، هو الطفل ذكي أصلاً. بس نحن بمطارح كتير ما بنفتح له مجال لحتى نشوف ذكي، لحتى نتركه يعطي رأيه. فبنفس الوقت ما بدنا كتير نكون عم نرخيله الحبل مثل ما بيقولوا، ولا نكون كتير عم نشد الحبل، بدنا نكون عم نتعامل معه بصداقة وبمودة عالية. طيب كرمال الوقت، أنا بعدني كنت مجهزة كتير أشياء، بس كرمال الوقت لنكسب الوقت رح انتقل بسرعة أكتر لموضوع الفنون، فنون التعامل مع المراهقين. أوكي، حدا عنده أي استفسار؟ إيه هبة تفضلي. تفضلي هبة. أوكي هبة شكلها رفع إيدها بالغلط.
أكيد كلنا لازم نعرف إنه المراهق عنده حاجات، عنده حاجات انفعالية وحاجات صحية وحاجات بدنية وحاجات عضوية وحاجات اجتماعية وحاجات عقلية وحاجات حركية، وعنده أهم حاجة لقاله للمراهق اللي هي الحاجة للحب والأمان والحاجة للاحترام والحاجة لإثبات الذات والحاجة للمكانة الاجتماعية والحاجة للتوجيه الإيجابي. المرحلة المراهق كتير حساسة، فنحن إذا ما عطيناه الحب وما عطيناه الأمان وما عطيناه الاحترام بين قوسين، لأنه هو هيدا أكتر شيء بحاجة لقاله. دائما بتلاقي المراهق بحب يثبت بحب يثبت حاله ويفرج احترامه للآخرين، فنحن لما منحترمه ومنكون عم نعطيه الاحترام فأكيد حنلاقي مراهقته حتكون كتير حلوة، حتنعكس بصورة كتير إيجابية، وحتلاقيه حيكون مبدع وناجح وحيبني حاله ويأسس حاله بطريقة كتير حلوة. فكرمل هيك مش غلط إذا المراهق بشي مرة غلط أو خب علينا بشي موقف ونحن عرفنا فيه وجينا قعدنا نحن وياه وحكينا معه وتحاورنا معه بحوار راقي وجينا طلبنا منه إنه هو يخبرنا شو اللي صار معه، أكيد هو هون رح نحن نعوده على الصراحة، ولازم نتبع هذا الأسلوب من اليوم وطالع، أنه أي مراهق بيصير عنده أي مشكلة نقعد نتفاهم معه بكل رواق، من قال له خبرنا شو صار معك، أنا عرفت أنه أنت صار معك مشكلة 1 2 3، ما بدي لومه وعيط وصرخ بوجهه وقال له أنت ليه خبيت وليه ما بعرف شو وزيد اللوم عليه وخلص، ما هو الغلط صار، نحن بدنا نمشي لبعدين، بدنا نحتوي مظبوط مكارم، فالمفروض نحن نطلب منه أنه هو يلاقي لنا الحل. فنحن هون ما بدنا كتير نرخي، بس بنفس الوقت بدنا ناخذ الحل منه، بدنا نقول له أنه أنت اليوم غلطت، طب أنت تعال قل لي وخبرني أنت برأيك شو برأيك أنا شو الأسلوب اللي بتتبعه معك، كيف بتلاقي طريقة مناسبة لإلك لحتى أنا اقتنع وشوف أنه أنت ما بقى رح تعيد هيدا الشيء، فبدي منك أنت الحل. لما هو هون يلاقينا نحن عم نوثق فيه وعم نتركه يعطينا هو الحل ويختار هو الطريقة المناسبة، مش يعني مش عقاب عقاب، بس انه بنسميها انه مثل كأنه نحن حشرناه هيك على الزاوية وخليناه يصير انه هو اللي بده يخبرنا انه هو شو حابب يعطينا القصاص اللي لقله. فهون هو حيستحي من حاله، رح يلاقينا انه نحن احتويناه وما جينا صرخنا وعملنا ردة فعل كتير قوية وكتير صعبة، وهون حيصير هو يتعود انه دايما اسلحة الام قريبة وبعيدة المدى، صح عمر؟ فهون هو اكيد هول الاسلحة بدنا نشيله ونحطهم على جنب، اكيد الشبشب بدنا نخبيه تحت الكرسي وتحت الطاولة، ممنوع نستعمله بفترة المراهقة وحتى بالطفولة، فلازم نحنا نحتوي هيدا المراهق ونسمع له وناخد رأيه وهو يعطينا برأيه للحلول. فصرخ بصوت عالي بلم العالم، لا هون رحت علينا، مو بقى حيجي يخبرك شيء ابدا بيصير يا هبه. فكرمال هيك لحتى نفتح مجال لحتى هو يجي للمره الثانيه، ولما يتعرض لاي مشكله رح يصير يجي يخبرنا ويثق فينا لانه نحن سمعنا له وعطيناه هو الحل وكان الحل بايده هو، طالما هو الحل بايده هو فهو رح يكون مبسوط كتير لأنه حيلاقي حاله أنه نحنا احترمناه. فأنا كتير بصر على قصة الاحترام، بقلكن الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام، وما ننسى أنه المراهق كتير شخص ذكي. طيب هلأ رح نحكي عن التوجيه والإرشاد. التوجيه والإرشاد أكيد من مسؤولية البيت أولاً، وبيرجع من مسؤولية المدرسة والجامعات والمعاهد والمؤسسات اللي لها علاقة وسائل الإعلام. كيف نحنا بدنا نستعد لهذه المرحلة بنجاح؟ أول شيء الشبشب بدنا نحطه وين؟ تحت الطاولة، بدنا نخفيه، بدنا نضبه بخزانة الأحذية، بدنا نتحلى بالصبر وما بدنا نصرخ ونعيط، بدنا نتحلى بالصبر وناخد نفس عميق قبل أي كل مشكلة بدها تصير معنا لحتى نحن نقدر نعطي الجواب الصحيح والحلو. وبدنا نفهم انه هيدي طبيعة المرحلة، لانه مرحلة المراهقة كلنا بنعرف انه هيدي مرحلة طبيعية، وبدنا نحنا نتذكر حالنا لما نحنا كنا مراهقين بشو مرقنا وبشو كنا بنتمنى انه كانوا اهلنا يكونوا باي دعم باي اسلوب عم يتصرفوا معنا. وبدنا نتعود على فكرة تربية الجوهر،
يعني هيدا المراهق بدنا نعتبره هو جوهرة، بدنا نحافظ عليها، بدها تضل ثمينة، فبدنا نكون عم نعرف كيف نتحاور معهم صح، ويكون عنا الصبر كتير 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 قوي بهذه المرحلة. هلأ رح نبلش بفنون التعامل مع المراهقين اللي هي هذه المرحلة اللي أنا بحبها كتير واللي نطريتها. أول شيء بدنا نتفهم حاجات المراهقين، وبدنا نتكيف مع الإرشاد الديني بالقدوة وليس بالقوة. برجع بركز بالقدوة وليس بالقوة. للأسف نحن هلأ كتير منلاقي في بيوت محافظة إن كان دينياً ولا إن كان للعقائد ولا التقاليد، وعائلة كتير منتظمة وكتير مرتبة وكتير رائعة، بس بيكون عندهم قوة وشد كتير كبير بالإرشاد الديني، كرمال إنه موضوع إنه مظهرهم والمظهر قدام المجتمع، وإنه هن عيد صورتهم هيك لازم تبقى. فهون المراهق عم بيضيع. فمنلاقي كتير أوقات بمطارح منتفاجأ لما منشوف عائلة هالقد قوية ودينة ومعروفة، بيطلع عنده المراهق عنده سلوكيات سيئة للأسف بمطارح، يملي عم يتعاطى المخدرات، يا بيسلك سلوك السرقة، يا أما بيكون عنده بيكون هو شخص متحرش. فالعامل الديني والإرشاد الروحي صحيح زميلتنا مجد كتير مهم إنه نحنا نبلش من حالنا، إنه نحنا كيف نقدر نكون عم نوصل فكرة الدين بطريقة حلوة مش بطريقة تخويف. فبتمنى منكم كلكم تفرجوهم صورة الحب والدين بطريقة كتير 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 تكون حلوة وما يكون فيها أسوة. والأساليب الدينية متعددة، وأكيد هيدا بدأ ما بيقولوا بدأ أشخاص مختصة بهذا الموضوع، وفيكم أكيد تطلعوا عليهم إنه كيف نحن نكون عم نتبع أساليب دينية بطريقة محببة. رح انتقل على توضيح خطورة العلاقات الغير شرعية، وهوني كمان بحب انه نوبه وقلكن انه بليز 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 طلب رجاء خاص، انه مش غلط يا ماما اذا جيتي خبرتي بنتك وقلتي لها شو العلاقة شو يعني العلاقات الغير شرعية، مش تخوفيها وتقولي لها انه اذا قاعدين ما لازم تسمعي أو ما لازم تعرف تفاصيل بالعلاقات الغير شرعية. لا، لازم نحن نخبرها، وهيدي مسؤولية الأم أكثر الشيء، وخصوصا مع البنت، والأب مسؤوليته كمان يكون هو عم بيوجه الشاب ويخبره شو التداعيات اللي ممكن يوصل للأشخاص والمراهقين لما بيوصلوا للعلاقات الغير شرعية، ولوين بدها تأدي، لأنه عن جد هيدا شيء وهيدي مرحلة كتير حساسة كتير. يعني لازم نكمش الموضوع بطريقة حلوة، مش ما يكون في حياء ما يكون في حياء بالموضوع، لا، بدنا ننبههم ونوصلهم لوين حيوصلوا. هلأ رح نحكي عن غرس الثقة بأنفسهم وتعويض حسن المناقشة والإنصات. مثل ما حكينا قبل، لازم نكون عم نتناقش معهم ونكون عم نسمع لهم ونسمع لهم ونسمع لهم كتير منيح، لأنه إذا ما سمعنا لهم وحكمنا عليهم بلا ما نسمع لهم، نحن هون بنكون عم نضيع مفتاحهم. عنا احترام ذواتهم وتقبل حديثهم، نفس الشيء مرقنا عليها، مساعدتهم في التغلب على الخوف والخجل. للأسف إنه نحن هلأ منشوف الأهل لما بيشوفوا ولدهم كتير قاعد عائل وخجول وضل هيك كتير خجول، بينبسطوا فيه الأهل. لا، هون لازم تنتبهوا إنه هو في مشكلة لما بيكون أوفر إنه هو كتير خجول هيدا الشخص، فلا، في مشكلة هون. لازم نيجي نحنا نقعد مع هيدا الولد أو مع المراهق ونفهم منه شو العوامل اللي وصلته لهون، هو من شو خايف، من شو خرج، من شو خجلان. نحنا لازم نقويه ونعلمه يتغلب على هيدا الخوف وعلى هيدا الخجل، حتى نقدر نصنع منه صورة كتير حلوة، ويصنع من حاله بالأحرى صورة رائعة لبعدين، لأنه الخوف والخجل ما بيخلينا أبداً أبداً نقدر نوصل للأشياء اللي نحنا بنطمح فيها لبعدين، بنصير دايماً في عنا مثل ما بقول خطوة ناقصة. الجمع بين الضبط والمرونة في قيادتهم، يعني حكيناها وحأرجع عيدة،
ما بدنا نشد كتير 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 ولا بدنا نرخي كتير كتير، دايما بده يكون في اعتدال بالتعامل مع المراهقين. للأسف هلأ عم نوقع فيها هيدا تحت ما يسمى التربية الحديثة، عم يكمشوا مثل ما بيقولوا طرف الخيط من ميلة واحدة بس، وعم بيكون دايما في بمطارح فرط بحقوق يعني بفكروا انه هيدا من حقه، بس هن بيكون عم بيكون في دلال كتير زائد، فهون نكون احنا عم نضيعه وما بنكون عم نساعده. فكرمال هيك لازم نحنا نكون عم ننتبه، ما نكون كتير عم نرخي ولا نكون كتير عم نشد. الكشف عن قدراتهم وهواياتهم وميولاتهم وتعزيزها وتنمية مهاراتهم كتير مهم. نحنا ننتبه لأولادنا هن بشو بيتميزوا، يعني إذا حسيناه هو بحب التمثيل نحنا لازم نشجعه لحتى يكون هو ماشي على هيدا الطريق. فلأنه بداية المراهقة إذا نحن اكتشفنا بالمراهقة شو هن الهوايات اللي إلهم وعززناها وساعدناهم لحتى يمشوا فيها، فنحن هم كن ممكن عم نصنع لهم أول خطوة عمل لإلهم، يمكن لبعدين هن يمشوا بطريق هيدا الشغل المهني. نحن لازم نوفر لهم القدوة الصالحة، منشوف إحنا مين القدوة الصالحة اللي لإلهم أو بالأحرى اللي هو بيرتاح له أكثر شيء وبيلاقيه كتير قدوة لإله، إن كان من المعلمين من الأقارب أو من مختصين، إن كان مختصين ومرشدين اجتماعيين أو مختصين نفسيين. بدنا نعزز عندهم مبدأ التعاون، بده يكون في دايما عندنا تعاون نحن وياهم أو هن والأقارب أو هن والأصدقاء اللي حواليهم. بدنا نوفر لهم الجو الآمن، وبدنا نحترم ذاتهم كتير، دايما نحترم انه هن شو عندهم الخصوصيات وما نتدخل ابدا بامورهم الشخصية. واهم شيء اذا عرفنا انه هيدا المراهق عم بحب، ما نجي نحملها هيدا الخبرية ونبرم فيها نخبر الجيران ونخبر الاقارب ونخبر الدنيا كلها. خلص عرفنا هيدا الموضوع بدنا نحترم انه هو عم بحب وما نتدخل فيه ابدا. انا حابة اسمع اذا حدا عنده اي سؤال او اي تعليق، لأنه في كومنتات عم تنكتب بس مش عم لحق أقراهم. تفضل حدا حابب يحكي أي شيء بس بشكل سريع لو سمحتوا. ما حدا حابب يضيف شيء. تفضل مازن. أهلا وسهلا. شكرا. حابة كمان مريتكم بعض القصص بس ما بعرف إذا حنلحق. تفضل. إن شاء الله أكيد. صح مظبوط. شكرا كثير على مداخلتك الرائعة. شكرا كثير مازن على مداخلتك الرائعة وكلامك كثير أكيد رائع. شكرا كثير لك. حدا بحب يضيف أي شيء؟ طيب رح نكفي كمان نحاول نمرق بعض أشياء أكثر.
بعد ما خلصنا من فنون التعامل مع المراهق قلت لكم أنا هيدي المرحلة حبيت هيك أعطيكم زيد كتير معلومات عنها وأحكي فيها كلها وما كون منقصة شيء. نحن لازم نعطيهم الحق بالتعبير عن الرأيهم وخاصة بالقضايا الأسرية والمدرسية. يعني لما نحن بيكونوا مثلا في مثل نقاش صغير بين الأم والبي، مش غلط إذا نحن أخذنا رأيه لهذا المراهق، بالعكس هون هو حينبسط، حيشوف إن نحن عم نحترمه، عم نعطيه مساحة آمنة لحتى يكون هو عم بيعبر عن رأيه بشكل حلو. ودايما بنطلب منه للمراهق انه هو ما يعطينا رأي واحد، يعطينا رأي واثنين وثلاثة واربعة لحتى نحن نقدر نقرب هول الآراء ببعض لنقدر نوصل لحل، حتى ما نكون عم نحسسه انه هيدا الرأي الواحد اللي انت عطيته مش مناسب معنا. بدنا نبعد كتير عن التجريح والانتقاد واظهار العيوب. يعني العيوب هيدي كتير مهمة إنه أبداً 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 ما نحكي فيها قدام الأقارب. يعني يا ماما مش تدق إلى خالته وتعيد تخبريها شو صار معه ابنك أو بنتك، هيدا الموضوع لازم كتير ننتبه له لأنه مشكلة، لأنه نحن لازم نكون مثل ما بيقولوا أهله لازم نكون ساترين للعيوب، فهذا الموضوع لازم كتير ننتبه له. أو تدريبهم وتعويدهم على استخدام التفكير المنطقي بحل المشكلات. يعني دائما نحن بأي مشكلة بنواجهها مش غلط انه نحن ناخد رأيه، مثل ما قلنا هيك بيكون هو عم يتعود على انه يحل هيدي المشكلات. ونعطيهم فرصة بالاحتكاك بمن هم في مثل عمرهم. هون حابة شوي كمان احكي بهذا الموضوع انه كل اولادنا معرضين ليكون عندهم رفقات بكل مختلف الافكار، مثل ما بيقولوا رح يمرق معهم الزميل السيء وحيمرق معهم الزميل الرائع، الزميل المهذب، الزميل اللي عنده اوقات بعض السلوكيات اللي ما بتعجبنا كتير. فنحن ما فينا نجي نقول له للمراهق انت ممنوع تحكي مع هذا الرفيق او ممنوع تحكي مع هذا الرفيق، لا نحن بنجي بنحصنه ومنعوده ومنقله انه في اشخاص سيئين حيمرقوا معنا بالحياة، مثل ما في اشخاص ايجابيين في اشخاص سيئين، لازم ينتبه هو كيف يعرف يتعامل مع هدول الاشخاص، وانه نحن دايما حده ونحن دايما داعمينه. برجع بقلكن لانه هيدا الحياة منا وردية، اكيد بده يمرق معنا فيها اشخاص سيئين وبده يمرق معنا مشكلات وعثرات، وبدنا نتعامل كمان مع النوبات الانفعالية الحادة بالصبر والمدارات. مثل ما قلنا قبل بدنا نكون قد ما فينا صبورين بشكل كتير كبير ونتعاطف معهم ونخفف من حدة توترهم. مش يعني إذا صار شاب كبير أو صارت صبية كبيرة ما نجي نغمرهم، لا، هني ده حيضلوا بحاجة لهيدي الغمرة ورح يحبوا كتير هيدي الغمرة وحتريحهم كتير وتخفف عندهم التوتر والقلق. ورح دايما رح نبتعد، نرجع نحكي فيها هيدي، بدنا نبتعد كتير عن صفاتهم وسماتهم اللي كانوا يصيروا عندهم بالصغر. يعني ما فينا نجي نقعد نتمسخر نحن عليهم لما كانوا صغار كيف كانوا وشو كانوا يعملوا ونعملهم أضحوكة قدام الأقارب والأشخاص والمجتمع. وأكيد بدنا نعزز الدفء الأبوي من هن وصغار لأنه هيدي المرحلة بتمشي معنا وبتتماشى معهم، تتمشى معنا كلنا، يعني إن كان نحن وصغار ولا حتى لم فترة المراهقة ولا حتى نحن وكبار، كلنا دايماً بحاجة للدفء الأبوي من لحظة ما بنخلق لآخر يوم بعمرنا، وأكيد الله يطول بعمر الجميع. وبدنا ننتبه مثل ما حكينا قبل، ما بدنا نكون عم نحميهن كتير وما بدنا مثل ما نقول لا بدنا نرخي ولا بدنا نشد، ودائما بدنا نمدحهم لحتى يشعروا بالحب وبالأمان. وبدنا ننتبه دائما ونضوي كتير على حسناتهم قد ما فينا، بدنا نضلنا نضوي على حسناتهم وميزاتهم. كل ما نحن عززنا وقوينا وعملنا قيمة لطفلنا أو لحتى للمراهقة اللي عنا، كل ما الأشخاص اللي حوالينا كلهم رح يصيروا حتى هن بدهم يعملوا قيمة لهيدا الشخص. لما نحن منكسر بقيمته وما نبرز إيجابياته فأكيد الأشخاص اللي حوالينا كمان نفس الشيء حيكونوا عم يتعاملوا معه. فهيدا دور الأب والأم بهيدا الموضوع كتير مهم. هلأ رح نحكي شوي عن خطوات التعامل مع مشاكل المراهقين. أول شيء بدنا نكون عم نعرف الحقيقة بأي مشكل صار، دغري بدنا نجي نحنا نسمع شو هي الحقيقة ونفهمها قبل ما دغري ننفعل ونعيط ونعصب
ونعمل أي ردة فعل، ولازم نفهم الموقف منيح وما نعصب، ونتذكر كتير منيح إنه المراهقين أذكياء وأكيد ما نصرخ بوجههم. وبدنا نقول لأولادنا من هن وصغار، ونعودهم من هن وصغار إنه نقول لهم دايماً نحن دايماً حتكون، وأكيد دايماً رح يصير في مشاكل، ما نعودهم إنه في مشاكل بالحياة، وإنه نحن أفضل صديق لألك، وإنه إذا وقعوا بمشكلة صغيرة أو مشكلة شوي أكتر من صغيرة، بدنا نقول لهم إنه هاي دايماً نهاية العالم، وبدنا ندعمهم كتير، وبدنا نعبر عن نفس، نعبر عن، خليهم يعبروا عن نفسهم بطريقة مناسبة، وبدنا نخليهم دايما نذكرهم ونقول لهم أنه أنت بدك تفكر وما بدك تعتمد على حدا، لأنه كتر الاعتماد على الأشخاص رح للأسف بيأدي كتير لوقوع بمطبات. ودايما بدنا نذكرهم بالأشياء اللي هن بيبرعوا فيهم، وهيدا أهم هيك جانب أنا بحب كتير أنه الأهل أنه يضووا على أولادهم، لهو يفتشوا، برجع بقلكم يفتشوا هن شو الفنون اللي عندهم، لأنه دايما كلنا بنرتاح بأي مشكلة بتصير في عنا، لما بنكون عنا جهة معينة بالفن مثلا بنحب نرسم، بنحب نلون أي شيء كان فني، لما بنكون معصبين ونجي نعمل هيدا الفن اللي عنا فكتير كتير بنرتاح. فكيف إذا كان مراهق، فلأنه بهيدا المراهق كتير بيصير في مشاكل، فدايما بدنا نذكرهم بميولاتهم الفنية إنه هن دايما يتبعوها، بدنا دايما نقول لهم إنه أنت إنسان فريد وما في مثلك نسخة تانية، ونعطيهم معنويات. هلأ رح أذكر هيك قصة سريعة ونكون هون هيك عم نختم. بدي أخبركم بهذه القصة، قصص مشاريع لنجاح المراهقين، بتحكي عن مارك، أكيد كلنا بنعرفه لمارك مؤسس فيسبوك. هو بدأ تأسيس فيسبوك في شهر فبراير ب2004، وكان بيبلغ من العمر 19 سنة فقط، وحقق هذا الموقع أرباح كبيرة جداً، فأصبح مارك رقم 158 في قائمة أغنياء الولايات المتحدة. فمن هون من قصة مارك لازم نحن نعرف أنه أكيد في قصص كتير كمان تانية لنجاح المراهقين، بس حبيت ضوي على هيدي القصة لحتى نحن ننتبه ونعرف أنه المراهقة مش بس خطيرة، المراهقة كمان حلوة كتير إذا نحن عرفنا كيف نمشي بالخطوات صح، ونقدر نكون عم نطلع أحلى مراهق مثل ما بيقولوا، وأنجح مراهق. وحابي كمان أذكر هيك قصة صغيرة بشكل سريع، أنه هيدي للأهل، حابي أقولكم يا أهل انتبهوا كتير بليز من موضوع سلوكيات، من سلوكيات ولادكم. مرقت معي حالة وقصة لصبية بعمر المراهقة، للأسف هي وصغيرة كانت هيدي البنت دايماً بتروح عند الأقارب مع أهلها بشكل طبيعي، فعندهم حال أحد الأقرباء، هيدا القريب اللي لقلهم حدا كبير بالعمر، فبشكل عام أي حدا هو صغير ما حيكون أنه هو أخذ صورة ممنيحة عن الأشخاص الكبير، لأنه كلنا منعرف أنه الكبير منحترمه منقدره وكذا، مثل ما نحنا دايما منقول لأولادنا احترموا الكبار، كمان لازم ننوه ونقول لهم انتبهوا بمطارح من الكبار، لأنه هيدا الصبية تعرضت للتحرش من هيدا الشخص الكبير اللي هو بيقربها. كانت بالأول هي عادة تسلم عليه وفي مودة وهيك، للحظات صارت تحس إنه في شيء مش طبيعي عم بيصير، فللأسف هيدا الشخص كان عم بيتحرش فيها، وصار عندها مشاكل كتير كبيرة نفسياً، وصار عندها انعزال كتير كبير، وفجأة تغيرت سلوكياتها بشكل كتير كبير لهيدي الصبية. وأهلها لما الأهل لما جابوها لعندي، كانوا عم بيجيبوها لعندي لأنه شايفينها أنه هي صارت كتير عم تنعزل، وحابين يعرفوا شو المشكلة، وما كانوا أبداً منتبهين لهذا السلوك. كنت بتمنى منهم أنه بمطارح معينة يشوفوا ويراعوا أنه طب أنه ليه تغيرتي، يحكوا يسألوا قبل ما يوجهوا اللوم على الصبية. فصار عندها من هيدا السلوكيات اللي صارت عند الصبية أنه هي صارت تكره حالها كتير، لأنه بفترة المراهقة كلنا بنعرف أنه الصبايا والشباب بيصيروا يحبوا كتير يظهروا جمالهم، فهيدي الصبية بأول وصلت لمرحلة المراهقة كرهانة حالها لدرجة أنه هي صارت تلبس ثياب صبيانية رجالية، لأنه صار عندها خوف أنه أي حدا يستغل جمالها، بطل عندها
أمان لأي حدا، وأكيد في بعض تفاصيل أكثر بس ما حابة أحكي فيهم كثير، بس حبيت أوصل لكم أنه مش غلط إذا نحن وضحنا لأولادنا من البداية من هن وصغار وقلنا لهم انتبهوا، وممكن نصادف كثير أشخاص إن كانوا صغار ولا إن كانوا كبار رح نمرق بمشاكل، ومثل ما في أشخاص كثير منيح كمان مثل ما في جده منيح في جده سيء كمان، فكرمال هيك لازم نحن دايما نواعيهم بكل الجوانب. وشكرا كثير 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 لكم، وأنا كثير انبسطت اليوم بالمحاضرة معكم، وشكرا لأنه بقيتوا لهيدا الوقت صامدين مثل ما بيقولوا وسمعتوني للآخر. كنت حابة أكيد نحكي بعد بقصص أكثر، بس مثل ما حكينا أنه الوقت داهمنا، وإن شاء الله ما كنا قصت عليكم أي شيء، وبتمنى أي حدا عنده أي استفسار أي سؤال أنا جاهزة أني أسمعكم. وتركت لكم رقمي، هي ما بعرف إذا شايفينه مبين على الشاشة، إذا أي حدا بحب يتواصل معي لأي استشارة وأي استفسار فأنا أكيد بالخدمة وبسمع لكم، وحابة أسمعكم. حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ يعطيكي العافية أستاذة هبة، بداية قبل ما ناخد مداخلات أي حدا يعطيكي ألف عافية على المعلومات القيمة وعلى وقتك الثمين اللي كنت عم تستثمري مع أشخاص هن فعلا بحاجة لهيك أشياء. شكرا كثير لك، تسلمي لي حبيبتي. حبيبي بس خبر الجميع أنه رابط الحضور نزل بالتعليقات، بتمنى الجميع يعبيه تيحصل على الشهادة، وأنا رجعت هلأ كمان نزلته. حنكون عم ناخذ مداخلات بشكل سريع جدا بسبب ضيق الوقت، فحناخذ الثلاث مداخلات اللي معنا ونكون عم نوقف مداخلات ونختم مع حضرتكم. تفضل بروفيسور سرحان. تحياتي لحضرتك. انا يعني ما عنديش استفسار بس لا لازم الله يخليك. انا عايز اشكر الاستاذه هبه على المحاضره الروعه القيمه اللي هي، وبشكر طبعا حضرتك وبشكر الاستاذ حيدر ومنصه ميتا. بتعرف تجيبوا شخصيات قيمه وعظيمه صراحه. شكرا فبنشكرها جدا على العرض القيم اللي احنا استفدنا ما فيه، لانه مجال غير مجالاتنا اللي هي بتبقى اكاديميه، فكل التحيه والتقدير لكم والاستاذ حيدر ولحضرتك طبعا والكل. شكرا. والكل المنصة. شكرا جزيلا. شكرا كثير بروفيسور سرحان، تسلم مشاركه الحلوه هيدي. استاذة مكارم تفضلي. مكارم سلمان عندك استفسار؟ اوكي. في عنا ميمي رعد، عندك اي استفسار يا ميمي؟ اول شيء بتشكرك دكتورة هبة كتير، المحاضرة كانت حلوة، وحبيت اعلق على القصة اللي كنت عم تحكيها انه البنت ما حكيت لأهلها هيدا الشيء، لأنه هي أهلها ما محسسينها بالأمان إنه شو ما بيصير معي تجي بتحكينا ونحن ملجأك. فكرمال هيك البنت خافت وما حكت وانطوت على حالها، لأنه من الأساس الأهل ما مربيين الثقة للبنت بنفسها وما عطينا إنه هن الأمان لإلها، يعني مربيين للخوف بنفسها ما خبرت أهلها، وهيدا أكبر غلط بقلب البيت الأهل بيعملون. صحيح أكيد يعني في الداعي لهذا الموضوع، بس أنا ما حبيت أحكي عن الموضوع لأنه بحترم أكيد أسرار الأشخاص اللي بيجوا لعندي، بس حبيت أنه أثبت بشكل صغير أنه حتى نحن بنأمن لإلهم أنه كمان لازم ننتبه له، ننتبه بمطارح معينة، أنه حتى لو كان شخص كبير بالعمر لازم نحن أكيد ننتبه. أكيد. شكرا كثير لك، شكرا كثير لك وعلى مداخلتك الحلوة. مرسي حبيبتي، موفقة إن شاء الله بكل شيء بتعملي، وشكرا لكم. حبيبتي شكرا كثير لك. أستاذ مازن حتكون حنختم معك محاضرتنا بآخر مداخلة، تفضل تفضل. بالعكس فداك. تفضل. وجلد مظبوط.
من الموروثات صح. للأسف شكرا كثير على سؤالك. للأسف هلأ صارت الموروثات والمعتقدات القديمة كثير في مطرح عم تلعب دور، بس مثل ما هي في عندها جوانب سلبية، صرنا عم نشوف إنه هلأ في تحسن كبير، في تطور كثير بالفكر وبالوعي مثل ما بيقولوا بالانفتاح على المجتمع، وخاصة عند الأهل. وفي بعض كتير بيوت ما بتخلى أكيد من العقائد القديمة اللي بتأثر بعضها على الـ على الـ على الأولاد وعلى الأطفال وعلى المراهقين. فهون دورنا ودور الوسائل الإعلام مثل ما ذكرت أنا، أنه بدنا نكون حتى بالمدارس، ودورنا نحن كمدربين أنه كتير نحكي ونشدد على هول المواضيع ونعمل حملات توعية مثل ما بيقولوا، إن كان عبرنا ولا عبر الوسائل الإعلام ولا عبر المدارس ولا عبر الأهل خاصة. يعني هي الأهل أول شيء مدرسة كبيرة. فكرمال هيك أنا اليوم مثلا حبيت بهيدي المحاضرة كون عم بتوجه لكل الفئات مش بس لفئة المراهقين، وخاصة أنا لما نزلت الإعلان وعملت له شير من أكاديمية ميتا حبيت ضيف عليه وكتبت إنه هيدا المحاضرة خاصة للأهل، لأنه الأهل هن المدرسة الأساسية مثل ما بنقول بالبيت، لما وهن الأمان الكبير. فكرمال هيك لازم قد ما فينا نوسع بنطاق كبير كبير، بأنه دايما تكون في حملات توعية وتوجيه وترشيد للأولاد وللأشخاص وللأهل بشكل خاص. تفضل حدا معنا عنده أي استفسار؟ شكرا كتير لألك. شكرا. تمام، يعطيكي ألف عافية أستاذة هبة على المحاضرة القيمة، على المعلومات اللي جدا مفيدة هلأ، وخصوصي بواقعنا هلأ بسبب أنه في كتير أهل ما عم تعرف شو كيف تتعامل مع المراهقين، ومع تغير بين الأجيال بين الجيل القديم والجيل الجديد اللي صار في كتير فرق بيناتهم. مزبوط، للأسف عم نشوفها بس مرحلة خطرة، مش عم بيشوفوها الأهل أنه إحنا لازم نضوي على السلبيات أكتر من السلبيات. صحيح، مزبوط مزبوط. يعطيكم العافية جميعا على مشاركاتكم الحلوة، على شو اسمه مداخلاتكم اللي بتجنن، على أصغائكم الجيد. يعطيكم ألف عافية جميعا. وأكيد بنهاية هذه المحاضرة ما فينا ننسى أنه ذكركم بتعبية رابط الحضور لتحصلوا على شهادة. يلي ما عم يفتح موقع أو مواجه أي مشكلة بيقدر يحكيني واتساب على رقمي تاع الأكاديمية، على الرقم اللبناني تاع الأكاديمية، كرمال ساعدوا بهذا الموضوع. النقطة الثالثة كمان ما فينا ننسى أنه نتشكر الأستاذة هبة، نتشكر أكاديمية ميتا، نتشكر شركاء النجاح اللي هن الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية رشد التنمية والتدريب بلبنان على جهودهم، على إعطائهم وعلى تنقيتهم للأشخاص اللي هي فعلا لازم تكون عم تعطي محاضرات. فيعطيكم ألف عافية وشكرا للجميع وتصبحوا ألف خير. حابة أتشكرك أستاذة حنين بشكل خاص، وأتشكر أكاديمية ميتا وأكاديمية رشد، حابة أتشكركم جميعا على وقتكم اللي بقيتوا مصامدين معنا مثل ما بيقولوا لكل المحاضرة للأخير. فشكر كتير كتير كبير لألكم كلكم، وبتمنى أن يكون هيك وصلت لو قد ما بقدر من الإيجابيات والشيء الحلو وتكون استفدتوا من هذه المحاضرة لليوم. شكرا كتير لألكم مرة تانية. تسلمي لي بابا، أكيد نحن تشرفنا فيكي وبمحاضرتك الطيبة معنا بالأكاديمية. حبيبتي حنين شكرا كتير لألك. يا أهلا، يعطيكم ألف عافية. شكرا، الله يعافيك. شكرا لألك.